طبعا ما تخلي حالك محيط حوالين ناس بيقولوا لك الكيماوي ما بشفي، الكيماوي ما بساعد. لا لا ابدا، هذا الاشي ما راح يساعد. جمع كل الناس وكل المعلومات، شوف كيف تعمله، جمع كل الاشخاص وكل المعلومات اللي تشافوا من الكيماوي، واقتنع انه في عدد كبير من الناس تشافت من الكيماوي، وبناء عليها خد الدواء المناسب اللي هو الكيماوي او وات ايفر، واعمل تشافي نفسي مع ذلك. انا هاي بآمن فيها كتير، لانه احنا في العالم المادي يا احبابي، احنا في العالم المادي، الامور المادية بتفرق. انا شخصيا لو سألتني انا كنفسي، لا انا ببحث عن كل الحلول النفسية قبل ما اروح اخذ دواء، مش علشان انا ما بآمن انه الدواء طيب ابدا، لاني انا من وانا صغيرة ما باخذ دواء. يعني انا شخصيا لو تعطيني دواء وجع راس وراسي بوجع ما بطيب، بقول لك يعني حكي فاضي، انا ما بآمن فيه، محتوياتي بتآمنش فيه. بس لشخص متعود انه ياخذ دواء ويطيب على الدواء، لا، بدك تعطيه البلاسيبو افكت اللي هو العلاج بالوهم، او الفكره انه نعم هذا شيء بعالج او بشفي. World without cancer, the secret of vitamin B17. ممكن مش غلط، بقرأه. أنا تعالجت طبيا، ضل نفسيا، وهي بشتغل على الموضوع إن شاء الله يا هبة، إن شاء الله إن شاء الله. احكي لنا عن السايكيدليك. او ماي جاد، موضوع مهم. 11، اولا 11 انا مرتين اروح بدي اعمل السايكيدليك مرتين، ويصير اشياء وتلتغي الريتريت. فولا مره عملت، متشوقه اعمل. بعرف طبعا ناس عملوا في امريكا، يعني مش هون لان هو ممنوع. بعرف ناس عملوا وشفت التطور، وانا ضحكت حتى، لانه شكرا يا منتصر، لانه بقول اوف، من شويه شغله شربتيها في ليل، صحيتي تاني يوم عندك كل تطور هالمشاعر هاد. فهلا وين مشكله السايكيدليك؟ وين مشكلة السايكيدليك اللي هو الايواسكا، اللي هي العشبة الموجودة في بلاد الامازون، بياخدوها عشان يتطوروا بالوعي. مشكلة السايكيدليك انه ما بتقدر تركن على المادة من دون ما انت تشتغل على نفسك. يعني المادة رح تعطيك الإفكت التمبرر المؤقت. هلا انا وين انت بحب السايكيدليك، وحتى دكتور نادر دائما بقول عن هذا الموضوع. هلا بقول لك يا جهان ليش ممنوع وشو ممنوع. حتى دكتور نادر بيحكي عن هذا الموضوع وبقول انهم بيعطوا تشافي كامل، بعدين بروحوا على البلد اللي بروحوا عليها بيعملوا السايكيدليك. ليش؟ لانه الايواسكا والسايكيدليك هي بالاصل لازم تكون النبته اللي بتخليك توصل للوعي الاعلى، يعني الاتصال النوراني الكامل. شكرا يا داعش، good night. للاتصال النوراني الأعلى، علشان توصل لهاي المرحلة بدك تكون متدرب على نفسك. بس تقعد تاخد، شكرا يا داهش، تقعد تاخد في السايكيدليك من بداية مشوار، لا، خليه لما تحس حالك واو أنا متطور منيح، خد السايكيدليك وشوف التواصل، لأنه في ناس تانيين كانوا متطورين وبدأوا يشوفوا. أنا ما بعرف، أنا ما شفت، أنا بسمع قصص، بدأوا يشوفوا الاتصال الحقيقي. خليني أقول لك يا جهان حبيبتي، ليش هذا ممنوع؟ ممنوع في الدول. ليش؟ ما بعرف. وشو هو؟ هي نبتة بسموها نبتة الأنبياء،
أو نبتة المتنورين أو نبتة الوعي الأعلى. أيواسكا AYHAUSC هيك إشي، ابحث عنها وبتلاقي كتير حكي عنها. وين كنت بدي أجربها؟ في أمريكا اللاتينية يا هبا. في أمريكا اللاتينية حبيبتي. I am joining for that retreat. إمتى يا فابيولا؟ سجلتي له هيك إشي؟ أنا متشوقة للموضوع نفسه، أوكي؟ أولاً اللي سمعته أنا من القصص إنه بلاقوا كل محتويات النفس هناك كلها. هم طبعاً ما بتذكروا كل إشي، بضلهم على مدار سنة كاملة يتذكروا الإشي اللي شافوه، بس بيلتقوا مع كل محتويات النفس تقريباً. فالموضوع مشيق، أنا كتير يعني حابة أشوفه أجربه. يعني ما إلها ضرر؟ لا ما إلها ضرر. النبتة الشيطانية بلكي هي هبة، لأنه كل إشي منيح بحطوه للشيطان. اعرفي لنا إذا هي بنعمل لنا شغلة. اسمعوا أنا راح أوريكم على اللايف. بس النبتة نفسها أحسن. ممكن يكون موجود بنوع من أنواع الفطر. لا هي مش فطر، هي نبتة يا نور. نبتة من شجرة بياخدوها، ومن نبتة في عند جبال زي الأمازون، نهر الأمازون وهيك. هل علاقة كسب المال له علاقة بجرح الأب؟ ممكن يا إسراء. بس إسراء خليني أقول لك شغلة، المال طاقة. إسراء المال طاقة، أوكي؟ هلأ وين بتصير مشكلة في المال؟ لما بتكون المشكلة في العيلة عندك في المال، خلينا نقول المعتقد عن المال هي بتكون جذر المشكلة. فإذا هي بدها تكون العلاقة مع الأب، ممكن كنت تخافي تطلبي من أبوك، وهاي ممكن تكون جذر. كنت تخافي تطلب من أبوك، أو كان أبوك ما يعطيكم مصاري، طبعا هاي بتكون جذر. هاي بتكون جذر. بس التحرر من معتقدات المال مش كتير، يعني مش هالقد شغل. المال هي طاقة انت بتحوشيها فيكي، فبيصير الاشي اوتوماتيكلي. رح يكون على الانستغرام حبيبتي طبعا هبة. فبيصير عندك generating money. فهمت علي إسراء؟ فممكن يكون معتقد من الأب، صح؟ ممكن صاحبي كان بالأرجنتين جاب لي إياها وحكى لي اقرأ عنها. جربت هي 11 حبيبتي إسراء، وقلت لكم أنا إن شاء الله إذا بلاقي مكتب، هاي لي أبصر قديش مش ملاقي مكتب، رح أعمل رح نصير نعمل زي جروب تعزيز طاقة الثراء بين فترة وفترة. دكتور نادر بطو با طا واو، ما عنده انستغرام، هو عنده فيسبوك ويوتيوب. ان شاء الله يا هبة. والله اليوم تعرفوا طولت وانا بفتش، يعني مش عارفة الاقي. معقول كل الناس ما ضلش عندها مكاتب في البلد؟ ببيعك وبأجرك مكتب بجنب المجمع اللي ببني فيه. الله يوفقك يا منتصر ان شاء الله. حبيبة قلبي هبة انتي شريكة ومني المكتب. تسلمي منتصر. اذا برام الله بستأجر عندكم، لانه رام الله هي يعني بحسها مركز. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نورتنا يا منتصر.
بتجيبوا مواضيع من عجائب الدنيا. إصراها هذا موضوع عم بيصير، حتى موضوع النبته عم ينتشر في عند دكاترة نفسيين كتير، وبقولوا لك إنه في دكتور نفسي بيقول إنه التحرر من الصدمات من هاي النبتة عن 20 صدمة عن 20 سنة، عن 20 سنة شغل، هذا حسب دراسة هذا الدكتور. فكان النقاش ليش الدول مانعة إذا هو هالقد مفيد. في أمريكا أنا بعرف في الولاية اللي أنا فيها مسموح بس في الكنيسة يستخدموه، في الكنيسة بس. استوردينا يا ابننا لنتورط يا هبا، احنا ما بقولكم ممنوع. طيب كيف استخدمها؟